ميمون أبانوخ من جن الميامين. تشرفنا. ده اسمه عندنا جلاب السواح، اشتغل فترة في تركيا وأسبانيا وفرنسا، عمل شغل كويس قوي. يا سيد ميمون، تركيا إيه وفرنسا إيه؟ إحنا عندنا تلت آثار العالم، إحنا عايزين نعرف إيه اللي حصل. السياح بطلوا يجوا مرة واحدة ليه؟ مفيش ولا دولار داخل البلد. لا يا سمو الأمير، لو سمحت لي أنا ماليش دعوة بموضوع الدولار ده خالص. أنا جني جلاب سياح وبس. البنك المركزي ده أنا ماليش أي علاقة بيه، علشان الموضوع ما يروحش في اتجاهات مش مظبوطة. هو اتنرفز كده ليه لما قلت له دولار؟ أصل إحنا هنا عندنا تخصصات يا عدول، يعني كل واحد بيتكلم في اللي هو بيفهم فيه. خلينا في السياحة. السياحة هتنتعش وهتشتغل كويس قوي. ربنا يسمع منك يا شيخ. بس ده هياخد شوية وقت. ما أنا برضه بنقول الكلام ده ومفيش حاجة بتحصل. إذا كان جلاب السياحة بيقولك هتاخد وقت، امال إحنا هنعمل إيه؟ ما تقول لي حاجة يا سلام. إحنا عايزين حل فوري يا ميمون. بسيطة خالص يا سمو الأمير. يعينوا وزير سياحة بيفهم في السياحة. غير كده ما تدورش على أي حلول يا أستاذ عدلي. طب ما تعملها أنت بجميلة وتيجي أنت يا ميمون. أنت عايزني أسيب الجن وأجي أشتغل مع الإنس؟ أنت عايزني أكفر؟ ده إيه البني آدمين دول؟ ده عصبي جدا. ردا على الاستجواب المقدم من النائب الموقر عدلي علام، احب اقول انه كل بلاد العالم بيحصل فيها ارهاب وقلاقل، لكن السياحه ما بتضربش الا عندنا. ليه؟ اقول لكم انا ليه. لانه البلد دي مستهدفه، الكل بيتامر علينا، واللي مش عايز يصدق الكلام ده هو حر. ومع ذلك بمجهودات العاملين بالوزارة وهيئة تنشيط السياحة، مش بفضلي أنا لا سمح الله، قدرنا نحقق قفزة في السياحة. السيزون اللي فات بس
جه مصر 34 سائح ياباني زاروا الهرم وراحوا شرم الشيخ. لا، واستقبلناهم في المطار بمزيكة حسب الله، تراثنا يا جماعة. كانوا مبسوطين جدا. هو صراحة كانوا معزومين وما دفعوش فلوس، لكن دول هيبقوا أحسن دعاية لمصر، وهي بدأت تمشي. علي بيه، علي بيه، علي باشا. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء الخير يا مدكور. انت ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ هو انا عدت بنام. ليه يا مدكور؟ سعادتك يقطعوا الكهرباء ماشي، انما يقطعوا المعاش ميتي ده حرام سعادتك. هي مقطوعة من امتى؟ بقالها 6 شهور سعادتك. الكهرباء مقطوعة بقالها 6 شهور؟ لا مش الكهرباء، معاشي المهية بتاعتي موقوفة سعادتك. أمال فين الوزة؟ لا ما دي حكاية خلاص راحت لحالها. ده حتى الوراك والصدور اللي في التلاجة زمانها عفنت لأن كهربا مقطوعة طول اليوم. بس سعادتك أنا كتبت كل حاجة في الشكوى دي. سعادتك اديها لوزير الكهرباء لما يجي المجلس. ده دين في رقبتي، مش هنسهولك العمر كله. وببص فيها حضرتك بصايا. أنا ليك يا مدكور. حاضر، تصبح على خير. ربنا يخليك لينا وما يحرمنا منك. ده هو السند بتاعنا في الأيام السودة دي. والله العظيم الأستاذ عدلي ده راجل ابن حلال. ده كفاية مقابلته يا أخي. إيه ده؟ شقته منورة والحارة كلها ضلمة. صحيح، ربنا ينور طريقه وسكته يا رب. لا أنا ما بقولكش كده عشان تدعيله، أنا بسأل إزاي الحارة ضلمة وشقته منورة. هو علميا ملهاش أي تفسير، إنما أنت عايز نائب محترم في البرلمان عنده حصانة ويقدر يستدعي أي وزير ويدهم له، يبقى النور مقطوع عنده؟ لا طبعا، هي البلد بتاعتنا كده. ها؟ وإن كان عاجبك. ده شرف كبير جدا ليا معاليك، بس حضرتك عارف أنا رجل أعمال وعندي مشاريعي وشغلي وشركاتي، وحكاية الوزارة دي هيكون فيها شوية وجع دماغ. ده واجب وتكليف يا زكي بيه، الاختيار وقع عليك علشان كده. ده رجل متيسر ماديا، مفيش عليك اي شبهات، ووجودك في الوزارة هيكون اضافة كبيرة ليها. من الاخر دي بلدنا، لازم نتكاتف مع بعض عشان نوصل بيها لبر الامان. وارجو يا فندم ان انا اكون عند حسن ظن حضرتك، بس لو سمحت تديني كام يوم كده عشان اوضب فيهم نفسي. مبروك علينا يا معالي الوزير. الله يبارك فيك يا فندم. ربنا يوفقك وتقدر تعمل حاجة إن شاء الله. قبل ما أتكلم عن البرنامج بتاعي للنهوض بقطاع السياحة، أحب أصلح الرأي العام بمدى الكارثة اللي تعرض لها القطاع ده. السياحة كانت بتدخل لمصر حوالي 12% أو أكتر من وارداتها بالعملة الأجنبية. ده طبعاً اتمنع تماماً. السياحة كانت بتشغل قطاعات كتير قوي وبشكل غير مباشر. وده طبعا اتمنع برضه، وده زود مشكلة البطالة. احنا لازم نواجه نفسنا ونشخص المرض وبعد كده نبقى ندور على العلاج. وانا في رأيي يا جماعة ان العلاج ده هيتم في 3-4 خطوات. اولا لازم تزال كل العراقيل البيروقراطية، وانا خدت وعد من معالي رئيس الوزراء بكده. ثانيا مش عايز اي حد يحاسبني
لغاية السنة الجاية زي النهاردة. ثالثاً، لازم يكون عندنا وعي سياحي ووعي أثري، وده هيتحقق من خلال برامج إعلامية وصحفية هدعمها أنا شخصياً ومن مالي الخاص. عملت ايه يا فادي؟ كله تمام يا باشا. اتعاقدنا مع شركه الشحن وهتيجي تحمل حاجه يوم الخميس بالليل عشان تكون في اسكندريه الجمعه الصبح، والمركب طالع قبل الصلاه على طول. وظبط الناس اللي هناك؟ كله مبسوط يا باشا. طب والمينا في لوهاف في فرنسا؟ يا باشا دي لعبتنا، سعادتك عارف عموما ريمون هناك مخلص كل حاجه. طب لوبيسون اللي انا اخترته انا عايزه يتلف ويتقفل عندي في البيت، وتنبه على الحاج خليل يجي بنفسه. ها اكيد طبعا يا باشا. ده المسخرة دي؟ زكى ابو العجون بقى وزير سياحة؟ يا عدل يا عدل يا حبيبي، كفاية عدوات بقى. الراجل طلب فرصة عشان يصلح، يديله فرصته. فرصة ايه؟ اكبر مهرب اثار وبيتكلم على الوعي الاثري. يا عدلي ما تطلقش التهم جزافا يا اخي، الراجل اتحقق معاه في الموضوع وطلع براء، وكل الجرايد كتبت له اعتذارات يا اخي. ما الجرايد بتاعته هو اللي بيصرف عليه. لا اسمح لي بقى يا عدول، انت مشخصن الموضوع اكتر من اللازم. اذا عندك دليل ضده قدمه، بلغ يا اخي. ما عندكش مستندات ما تشوش سمعة الراجل. انا شفت بعيني يا سامي. شفت بعينك ازاي يعني؟ بنت حلال مصفي، والله جيتي في وقتك. هي مين دي اللي بنت حلال؟ لا ما فيش حاجة. يلا انت قوم اسبقني على مكتب النائب العام. وانت هتقول ايه للنائب العام؟ مالكش دعوة انت بقى يعني. يلا اسبقني انت، واحتمال لما توصل تليني هناك. ماشي يلا سلام. شوف يا سلام، انا وانت بس اللي عارفين ان زكى ابو العيون لص ومهرب اثار. انا كتبت الكلام ده ومحدش صدقني، وطلع منها زي الشعره من العجين. يعني انت عاوز ايه عدل؟ انا عايز ادله، عايز مستندات، ورق، صور، حاجات كده. خلاص مش عايزة بلاش، خلاص أنا هخلي سلال يجيب لي الحاجات دي. لا يا عدل، أنا هعمل لك اللي أنت عاوزه. أيوه حلو أوي أوي أوي، تمام. شو بقى سلام، طلب أخير عشان خاطري. أنا عايز أروح للنائب العام والدنيا زحمة موت. باشا الحاج خلينا كلمته، خلاص جايب الطقم في السكة، هيفك القعدة ونحط حاجتنا ويقفل عليها. كويس، المهم انه يجي بسرعة يخلص شغله ويمشي على طول. باشا اديله ساعة زمن بالكتير ويكون هنا، هو طالع من دوبيات من ساعة ونص. اهلا 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 وسهلا يا سياده النائب. اهلا وسهلا، اتفضل سعادتك. ها خير ان شاء الله. انا جاي اقدم بلاغ في السيد زكى ابو العيون وزير السياحه. وزير السياحه ده لسه حالف اليمين اول امبارح. ايه هو لحق؟ الكلام اللي كان يتنشر عنه في الجرايد من فتره وتقدم بيه بلاغ لسيادتك بخصوص تهريب الاثار، عايزين يفتحه من جديد. ايوه عدلي بيه، بس الموضوع ده اتقفل وخلص من زمان، والراجل اثبت براءته للنيابه. طب ايه راي سيادتك ان التماثيل دلوقتي بتتلف وبتتكيس عنده في البيت وهتطلع على المينا وهتبقى خارج البلد في خلال ساعات؟ شوف يا عدلي بيه، للاسف شديد احنا مش هنقدر نحرك الموضوع ده مره تانيه غير لما يكون في ادله دامغه. ادي الادله الدامغه سعادتك. عدلي بيه، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. الحاجات دي بتجيبها ازاي؟ اصل انا طيب وابن حلال، وامي دعيالي قبل ما تموت.
التماثيل دي متعفرطه، طلعت عيني عشان اتفسح في الكنبه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. خير يا حضرتك الظابط؟ معانا امر من النيابه بتفتيش القصر. تفتيش القصر؟ ليه؟ والله يا فندم احنا بننفذ اوامر النيابه. هو سيادتك مسافر ولا ايه؟ ها؟ لا ابدا، دي شويه حاجات هبعتها ان شاء الله على شقتي في باريس يعني. باشا باللفه عشان لازم تتغلف حسب شروط الشحن، ما سيادتك عارف. الله الله الله، ايه تعملوا ايه منك له؟ القصر قدامكم كلكم اهو، اعملوا فيه اللي انتوا عايزين. لو سمحت يا زكي بيه خلينا نشوف شغلنا. لا 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 لا، الحاجات دي انا ماليش دعوه بيها بالمره، انا كل اللي اشتريته طقم وبيسون من دمياط، لكن الحاجات دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه. ايه يا باشا؟ انت هتكلم بسال ولا ايه؟ انا ماليش دعوه يا باشا، انا ماليش دعوه. اتفضلوا معانا. اتفضل معاك؟ اتفضل معاك على فين؟ دي مؤامره ضدي، انا مش هسكت. اتفضل معانا بالذوق يا زكي بيه. عدلي اخبارك ايه؟ انا لسه واصل قدام مكتب النائب العام اهو. شفت زكي ابو العيون وهو نازل بالكلبش وركب عربيه الترحيلات وراح على السجن. ايوه والله انت فيك حاجه لله يا عدول. هو انت فين؟ ايه فوق؟ جيت امتى يا راجل؟ ده انا بقالي ساعتين في الطريق واكتر. انا اول واحد قال الكلام ده يا هاني بيه. ارجع لمقالي، زكي ابو العيون مهربا للاثار، فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر طبعا، ودي حاجة تتنسي؟ خلي بالك يا هاني بيه، أنا أول واحد فتحت الموضوع ده بمنتهى الشفافية ومهمنيش أي حاجة، رغم إنه كان بيدعم الجرنان أحيانا، لكن شرف المهنة اللي بنتمي ليها يحتم عليا إن أقول الحقيقة كاملة للقارئ مهما كان الثمن. بس أنا فاكر إن أنت تاني يوم على طول غيرت كل اقوالك وكدبت اللي انت كاتبه. ايوه فعلا ده حصل، بس هي مجبر اخاك لا بطل. عايز ايه يعني بيه؟ ده هددني انه هيقفل لي الجورنال، كنت اعمل ايه يعني؟ طب والنائب العام عمل ايه؟ حبسه طبعا هو اللي معاه، وامر بتجميد ارصدته في البنوك والتحفظ على كل ممتلكاته. ده الاورديفر لسه بقى، الموضوع لسه فيه بلاوي كتيره تظهر. دي مش اول مره يا هاني بيه، الراجل ده شغال في تهريب الاثار من زمان.
الراجل ده ايه حكايته؟ فجأة كده الدنيا كلها اتقلبت فوق دماغه، عامل زي البقرة لما تقع في البلد دي تكتر سكاكينها. أنا عندي إحساس كده يا هاني بيه، بحسيت الصحفية إن اللي ورا كل البلاوي دي واللي مهيج الليلة دي كلها واحد بس، هو عادل علام. أنت عليك عفريت اسمه عادل علام؟ ده لو زلزال حصل في الصين هتقول اللي وراه عادل علام، ما تشيله من دماغك بقى. نبني كباري ما ينفعش، أنفاق ولا تأثر، نعمل طرق ومدن جديدة وبرضو البلد كلها فوق بعض والمرور واقف ومحدش عارف يقضي مصلحته. هي مشكلة فعلا. أنا عارف إن أنا معذبك معايا يا سلال، بس أعمل إيه؟ ما أنت اللي عملتني نائب، عايزنا بقى قاعد قفص جوافة ماليش أي لازمة؟ اسمع عدلي، أنا بفكر أستحضر لك عوهواش. مين؟ عوهواش ده كبير الطيارين عندنا ودماغه حلوة قوي. طيارين يا سلال، الزحمة عندنا تحت مش فوق. لو سمحت يا سلال اتكلم بقى من نفسي من غير ما تقول لي انصرف. عاوز ايه؟ انا مش فايق لك. سيب لي انا الطلعه دي لو سمحت، جربني. اجرب ايه؟ انت عمرك ما نفعت في حاجه. سيبه يا سلال، يوضع سره في ادفى خلقه. هتعمل ايه يا مسلول؟ انا مش كنت ماسك المرور عندنا في مملكه الجن يا سلال؟ كنت ماسك المرور وفشلت ورفدناك. فشلت ليه؟ علشان الجن اللي عندنا كلهم اغبياء ماشيين عمالين يخبطوا في بعض. انا ذنبي ايه؟ انا حطيت لهم خطه، لو كانوا مشوا عليها كان زماني وزير الداخليه يا عدول. اديله فرصه، اديله فرصه يا سلال. مسلول ده واد صايع ومدقدق وشكله كده هيعرف يحلها. ربنا يبارك لك يا عدول. ربنا يبارك لك. اول مره اسمع عفريت بيقول كده. من عفريت فائد، محدش هاممني. طب هتعمل ايه يا مسلول؟ هتشوف يا عدول انك نشنت صح. أنا الشغلانة دي بالنسبة لي تحدي. إيه رأيك بقى يا عدول؟ عمرك شفت بلدك فاضية كده؟ عشان بس سلال يعرف قيمتي. قيمتك إيه؟ النهاردة جمعة، أجازة والناس ما بتنزلش شغلها ولا العيال بيروحوا مدارس. قطمني بقى يا عدول، قطمني. انت جاي تصلح المرور يوم الجمعه؟ هو البني ادم كده ما بيتمرش فيه، اي حاجه تعملها له ما يتمرش. شيخ بنيل كتبتيله على امك، طمك موجوده؟ امي عفريته يا عدول. عندها كام سنه؟ 4 سنين، قربت تودع. أنا كلمتك يا أستاذ سامي لأني هاخد قرار مهم جدا في حياتي وكان لازم أرجع لك فيه من الناحية القانونية. تحت أمرك يا أستاذة. أنا بقالي فترة بحاول أوصل لأنكل عادلي ومش عارفة أوصل له خالص. والله يا أستاذة ملك، عادلي عايش في ليلة ما يعلم بيها إلا ربنا، بيحل في مشاكل بقالها سنين ومحدش سايبه في حاله، وعدوه بقوا كتير جدا. ده المجلس كانوا عايزين يعينوا له حراسة وهو رفض. ربنا يوفقه وينجحه في كل حاجه بيعملها يا رب. ما قلتليش بقى يا استاذه ملك، ايه القرار اللي انت عاوزه تاخديه؟ حضرتك طبعا عارف اللي حصل لبابا. معلش سامحيني يا ملك، انا اسف، انا ما بقبلش قضايا من النوع ده. انا مش مكلمك يا استاذ سامي عشان قضيه بابا، هو عنده محاميين وناس كتير يعرفوا يستفادوا كويس قوي من الظروف اللي زي دي. انا مش عايز حاجه من فلوسه، الملايين دي كلها اتعملت من حرام وانا لا يمكن اقبل العيش منها. طيب وانت عايز تعملي ايه؟ هتبرع بيها كلها، دي فلوس البلد ولازم ترجع للبلد تاني. انا رايي انك ما تاخديش قرارات انفعاليه وتصبري شويه. طب انت لو عملت كده هتعيشي منين؟ مستوره الحمد لله يا دكتور سامي، انا وملك مش محتاجين حاجه من اي حد، انا وهي بنشتغل وان شاء الله ربنا هيقدرنا. عموما القضيه لسه شغاله وابوكي ممكن يطلع براء. حتى لو كانوا براءوا هو لا يمكن يبرأ بالنسبه لي. على كل حال يا ملك، الدولة تحفظت على أمواله وعلى ممتلكاته وكل يوم بيظهر له ملف جديد، نصبر شوية ونشوف القضاء هيقول إيه. لما تبقى في سنة 6 ومش عارف تكتب اسمك تبقى مصيبة. ممدوح ميم مم، اكتب ميم وبعدها ميم، اكتبها 10 مرات.
معلش يا زمتكور، حقك عليا يا اخويا. انا عارفه ان الواد ميحه تعبك ونهي قلبك معاه كمان. وانت تبطلي تقولي له يا ميحه، خلاص الواد نسي اسمه. لما العيل من دول يطلع ويلاقي امه وكل اللي حواليه بيقولوا له يا ميحه، خلاص بقى ميحه. حاضر يا زمتكور. الله، ايه انت بتعيطي يا ست زينت؟ طب روح دلوقتي يا ممدوح، كمل الواجب بتاعك بره. تعال. والنبي ما عارفه اقول لك ايه يا سي مدكور. الواد ميحه كبر وبقى يا اخويا بيقول كلام اكبر من سنه. وانا نازله الشغل اول امبارح وقف لي على الباب وقال لي انت رايحه فين؟ انا امي ما تشتغلش رقاصه. قال لي كلام يوجع البدن. لدرجة حسيت ان الواد خلاص كبر وبقى راجل. الواد عنده حق برضه يا زينات. طب قول لي، قول لي انت بس يا سي مدكور، كنت ممكن اعمل ايه؟ اكل اروح حتة العيل ده منين؟ ونعيش ازاي؟ صدقني صدقني انا محدش لمسني ولا قرب مني من ساعة ما ابوه سابنا. وعارفه كل اللي اهل الحاره بيقولوا عليا في الراحه وفي الجايه وبسمع ابوه تاني. لدرجه خلاص بقيت بدعي على نفسي واقول له يا رب خلاص بقى خدني وريحني من اللي انا فيه ده. بس ارجع واقول ده بس حته العين المسكين ده لمين؟ لا حول الله يا رب. خلاص محدش بيسيب حد في حاله. امبارح كنت بتطبطبي عليا، النهارده انا اللي بطبطب عليك. هي الطبطبه بالدور ولا ايه؟ بقول لك ايه يا سي مدكور، ها تتجوزني؟ الباحي والشرفار اللي بره دي، وبعدين نكمل كلامنا. حاضر يا اخويا، من عينيا الاتنين، وانا هبقى خدمتك وتحت رجلك العمر كله.